شيخ منصور، تعرف كلمة اعلموا في القرآن إنها بحر؟ تدري شيخ عبد الله ما معنى اعلموا؟ إيش معناها؟ أيقنوا. الله أكبر، يعني يا عبادي أيقنوا. الله عز وجل يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله عز وجل يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ويقول الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله عز وجل يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول الله عز وجل أيضا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله عز وجل يقول واعلموا أن الله مع المتقين. شيخ عبد الله، قد علمنا معنى يعلموا أي أيقنوا. اللهم اجعلنا والمشاهدين ممن أيقن وعلم. اللهم اللهم.